عالِلُ الصليب حبيب الصليب عالِلُ الصليب بمايس طفرس صبر واحتمال شوق المسيح ما تكلم بمراد الفردوس اتألم بصبر واحتمال شوق المسيح ما تكلم اسكندرية تشهد ألامك وكنيستك حافظة كلامك اسكندرية تشهد ألامك وكنيستك حافظة كلامك بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. انا يعني سعيد جدا ان يكون في شريط عن المتنايح الانبا يوهنس ده ابويا. يا رب فكرني لما رحنا كلية الطب سنة 54 يعني من 50 سنة بالظبط كنت بعترف عند ابونا شنودة السورياني اللي هو المتنايح انبا يوهنس. انا ما شفتش ابوه زي ابوته ولا حنان زي حنانه ولا حزم زي حزمه. يعني انا اذكر ان كنت لظروف بحتاج حتة اذاكر فيها فكان بيديني فرصة اذاكر في اوضة جنبه في الكليريكية واذكر انه كان بيقسم العشاء بتاعه معايا لما يجيله العشاء ابص الاقيه جايبهولي غالبا ما خلاش لنفسه حاجة وبيجيب لي انا العشاء بتاعه. هو حنين جدا بيدي مشاعر وابوة لكن حازم جدا في الغلط فلما اعمل اي حاجة مش مظبوطة كان بيبقى شديد جدا معايا. وطبعا ده اساسي للتربية وإلا الواحد يكتشف بعد كده ان هو لم يبنى بناء حسنا. عالم في التاريخ الكنسي عالم في اللاهوت عالم في العقيدة صبور في احتمال الآلام. أنا طبعا يا ما زرته وهو بيئن ويتألم في شبرا في 22 الكرجي ولكن قدر يستثمر الألم والحبسة بتاعة الألم في أنه يطلع الكتب العظيمة الرائعة بتاعته بستان الروح وكتاب الاستشهاد وكتب أخرى كثيرة. بصراحة احنا امام احد عمالقة الكنيسة القبطية في العصر الحديث. سيدنا البابا كان من باكورة رساماته
أبونا شنودة السورياني، ولا شك أن كان أحسن الاختيار، ولغاية النهاردة سيرته العطرة في الغربية كل الدنيا بتتحدث عنها. وأذكر حاجة يعني أخيرة، وهو في آخر أيامه ما كانش بيرضى يخلي حد يصور بالفيديو، وأنا بقى اتشقيت عليه عشان أنا ابنه يعني، وكنت أسقف وقلت له يا سيدنا ليه مش راضي يصوروك بالفيديو؟ لما بتتكلم بيسمعوك آلاف، لكن لما تصور بالفيديو بيسمعوك عشرات الآلاف، ليه يا سيدنا رافض كده؟ فضحك كده وقال لي بقليل تقنعني يا أنبا موسى، وابتدى يوافق على أن يصوروه بالفيديو. لكن للأسف كانت أيام قليلة، حاولت أنا قبلها أن أنا أعمل له حديث بالفيديو مرضيش، لكن أنا شايف الفيلم ده إن شاء الله يعني يقدر يعوضنا عن اللي فقدناه، عن سيرة هذا العملاق المبارك المتنيح الأنبا يؤنس. ربنا يبارك في الكنيسة كلها، صلوات سيدنا البابا شنودة، ربنا يبارك فيكم كلكم، آمين. طمنيني يا محمد. ما تقلقش يا استاذ عزوز، قربنا اهو، دي شبرا كلها هتفرح النهارده. بسم الله والابن والروح القدس، من رساله معلمنا بولس الى اهل غلاطيا، بركاته علينا امين. ولكن الذي من الجاريه ولد حسب الجسد، واما الذي من الحره فبالموعد، وكل ذلك رمز. ذلك رمز، هسميه رمزي، رمزي عزوز. بسم الاب والابن والروح القدس الان الواحد، امين. والمجد لله ابديا يا رمزي. ايه يا رمزي حبيبي، انت مش كنت رايح الدير النهارده؟ اه يا بابا، انا يدوبك بس هغير هدومي واروح مدارس الاحد الاول واطلع على دير البرموس على طول. حبيبي يا رمزي، انا بشكر ربنا كل يوم ان اداني هديه زيك. ربنا يحافظ عليك ويثبتك في الايمان. مع السلامه يا رمزي. الله يسلمك يا نذير، هتكلمني لما تنزل. ها انت قاعد قد ايه كده؟ يعني يومين كده وربنا يدبر. طيب يعني هشوفك في كنيسه يوم الجمعه ان شاء ربنا وعشنا. طيب يا حبيبي، سلام. سلام سلام, سلام يا حبيبي، ربنا يباركك. مساء الخير يا باي. مساء النور، الحمد لله على السلامه يا عزوز. ما الاولاد فين؟ البنات اتعشوا ودخلوا اوضتهم، ورمزي رجع من الدير هلكان، دخل اوضته ومعها اخوه شوقي. طيب عن اذنك انا داخل انام. الله، مش نستنى لما نتعشى سوا؟ ماليش نفس.
الله الله الله، على فين؟ ده انا النهارده عامله عشا بايديا، تاكل صوابعك وراه. قلت اللي عاملاه بايديكي؟ اه بالهنا والشفا. انا ما احسن. قول لي انت يا قمر يا عسل انت. يا بكاشه انت عاوزه ايه؟ ابنك رمزي ده هينجح ازاي وهو طول النهار بيخدم في الكنيسه؟ يا زيزه يا حبيبتي، بركه القديسين هتكون معاه، هم مش هيسيبوه ابدا. تصدقي كباستين؟ طب سيبيني بقى عشان اروح اشوف ابوك اللي يكون عايز حاجه. ايه ده؟ محدش عايز ياكل؟ ده انا عامله الاكل بايديا. هم اللي خسرانين اكل انا. اسم الصليب، هو انت لسه ما نمتش يا عزوز؟ لا يا بهية لسه ما نمتش. مالك قلقان ليه؟ هو انت لسه تعبان؟ نشكر ربنا الحمد لله، انا بس كنت بفكر في الاولاد. مالهم الاولاد؟ اسم الصليب عليهم، الولاد زي الفل ان كان رمزي ولا شوقي. والبنات عايدة وماري وجنين وجورجيت بكرة يا اخويا يكبروا ويبقوا عرايس وتجوزهم وتفرح بيهم. انا خلاص بقت صحتي على قدي. هناخد زماننا وزمان غيرنا بهية. يا اخويا ما تقولش الكلام ده، ربنا يديك الصحة وتجوزهم وتفرح بيهم وتشيل ولادهم كمان. يا عم رمزي انت مش ناوي تنام ولا ايه؟ هنام اهو يا شوقي. في ايه؟ لا طب بص قول لي قبل ما تنام. نعم. انت نفسك تخش كليه ايه؟ مبدئيا مش كليه هندسه زيك. مش كليه هندسه زيك؟ ايوه. يعني ايه مش فاهم حاجه؟ يعني نفسي اخش كليه اداب يا شوقي. اداب؟ ايوه. هي فعلا انسب كليه ليك هي اداب بصراحه، واكيد هتخش قسم زياده تربيه صح؟ لا يا سيدي هخش قسم تاريخ. عزوز ملك يا عزوز. تاريخ؟ ايوه. اشمعنى يعني تاريخ؟ يا شوقي حبيبي هو الانسان ايه غير شويه تواريخ؟ يا اخويا عزوز رد عليا يا عزوز. تاريخ ميلاد، تاريخ وفاه. عزوز رد عليا يا عزوز، رد عليا يا ولاد. الحقوني يا ولاد. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ عزوز رد عليا، رد عليا يا عزوز، ما تخدنيش كده. رد عليا يا عزوز. في ايه؟ رد عليا يا بابا. مالك؟ ايه في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ مالك يا بابا؟ بابا رد عليا. رد عليا بابا. بصراحه يا نظير انا خايف قوي قوي على ماما من ساعه ما ماما تنيح وهي صحتها كل يوم في النازل. يا حبيبي ما تخافش، الست والدتك ست طيبة وبتحب ربنا، وعشان كده ربنا هيحافظ عليها من كل محنة. اهم حاجة يا رمزي انك تلتفت لدرجة. صحيح فكرتني، انا عايز ابقى اخد منك المحاضرات اللي فاتتني ساعة ما بابا تنيح. يا اخي كلية الاداب دي كلية صعبة قوي، انا عارف احنا دخلناها ليه. يا سيدي هي اللي دخلتنا. قسم التاريخ يا رمزي اللي احنا بندرس فيه ده قسم عظيم. تخيل لو بني ادم ملوش تاريخ، يعني ملوش ماضي، وبالتالي لا له لا حاضر ولا مستقبل، ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. تعال يا سيدي بقى نعمل تمجيد للست العظيم. تعال يا حبيبي. سلام يا ماما. سلام يا حبيبي. ازيك يا ماما؟ نشكر ربنا يا ابني الحمد لله. الحمد لله. وبعدين يا ماما، 4 سنين دلوقتي من ساعة ما بابا تنيح، وانتي صحتك كل يوم في النازل. غصب عني يا ابني، ابوك كان ملاك، عمره ما زعلني ابدا، عمر العيبه ما طلعت من بقه، وكلام ربنا كان دايما على لسانه، والحمد لله انتوا طالعين زي البركه. فيك انت يا امي، انت بركتنا كلنا. البركه فيك انت يا ابني، ده انت الكبير، انت راجل البيت دلوقتي. سلام يا راجل البيت. سلام يا اخو راجل البيت. اهلا. سلام يا احلى ام لراجل البيت. يا بنت يا عزيزه احقلي بقى وبطلي شقاوه. ماشي ماشي، شكلك كده بتقولي الكلام ده كله عشان مش عامله لنا غدا. طيب اعمل لكم غدا ولا هتكملوها انقطاعي؟
الحقوني. شوي مقلب يا حبيبي. طمنا يا دكتور. بصراحة أنا شاكك إن يكون عنده رباء منتشر في البلد اليومين دول. تيفود؟ خلي بالك ده مرض معدي، بس أنا هكتب له شوية أدوية للإسهال والكي وربنا معاكم. يعني مفيش علاج للمرض ده يا دكتور؟ بصراحة لحد دلوقتي لسه. على إذنكم. اتفضل يا دكتور. شوقي يا حبيبي. مش شد حيلك بقى. إن شاء الله يا أمي. شد حيلك معانا كده يا شوقي وانا هعمل لك عزومه كلها من عمايل ايديا. وحشتني وحشتني يا شوقي. وحشني كلامك وانت كمان يا رمزي. وحشتني شوقي. انا ايه؟ ايه شوقي؟ في ايه شوقي؟ لا شوقي شوقي. انت لسه صح يا جوزيت؟ واخرتها يا ماما مش كفايه بقى؟ مش عارفه يا رمزي، مش عارفه. ماما صعبانه عليا قوي. ماما تعبت قوي قوي. موت بابا وموت شوقي كانوا تجربتين في منتهى القسوه عليا. ارجوكي كفايه. انت عارفه شوقي كان غالي عليا قد ايه؟ شوقي مش كان اخويا وبس، كان اخويا وصاحبي وكل حاجه ليا في الدنيا. بس ايه يا جوزيت؟ ربنا عايزه ايه؟ غالي على ربنا احنا نشكره. يا ريت يا ريت نوصل زي ماما. ماما ايه اللي صحاكي؟ ايه ده؟ ايه اللي صحاكي بس وقومك من سريرك كده؟ تعالي تعالي يا حبيبتي. وانا بنام يا بنتي. يا حبيبي يا ابني ربنا يعينك يا دمايا. حملك بقى تقيل قوي. يا ماما مش انت دايما اللي بتعلمينا؟ تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. ياه الوقت في الدير بيتبخر. الخلوه خلصت بسرعه قوي يا رمزي. عارف الواحد نفسه يقعد هنا على طول وما يرجعش العالم تاني ابدا. يا ريت يا نظير ربنا يدعينا للرهبنه ويقبلنا في خدمته. هانت هانت قريب ان شاء الله. بازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لهذه العوامل تأثيرا كبيرا على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره جاهل أو فاسد. ربنا يحميكم يا ولادي وينصركم يا رب. بلا جيش يحميها. قوم بسرعة يا رمزي، لازم ننزل القاهرة حالا. إيه؟ في إيه نظير؟ الجيش قام بثورة ضد الملك. ربنا يحميك يا مصر ويحمي ولادك. شرفتي وأنستي يا أم أحمد. منورانا يا حبيبتي. البيت منور بصحابي يا ست ام رام. اتفضلي. تسلمين يا حبيبتي. تسلمين تسلمين. اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. مبروك صحيح على الليسانس عقبال البكالوريوس. ما هو الليسانس زي البكالوريوس يا ام احمد. الا قولي لي يا ام رمزي، هو المحروس ابنك رمزي يعني هيعمل ايه بالمدعو اللي اسمه التاريخ ده؟ هو التاريخ محتاج شهادات يا جماعه. طب ما انا اهو عارفه النهارده ايه؟ 11 سبتمبر سنة 52 ومن غير شهادات. اي والله وحياتك من غير شهادات. الله يجازيك يا ام احمد. مش هو ده يا اختي التاريخ؟ بلا خوتة، اهي شهادة كبيرة وخلاص. اصل الثورة والريس مهتمين قوي بالشباب اليومين دول. اقولك انا هكلم لك جوزي يوظفولك على طول. ربنا ما يحرمناش منك ابدا. عيب عيب يا اختي اللي بتقوليه ده. ده احنا جيران والنبي وصى على سبع جار. ربنا يديم المحبة. اهلا يا زيزة حبيبتي اتفضلي. ممكن اتكلم معاك شوية ولا خلاص؟ يعني عشان خدت ليسانس ما بقيناش قد المقام. يا حبيبتي انا فتحت بقي ولا اتكلمت؟ اتفضلي. لا يعني برضو الطريقة لازم تتغير. يا سلام. ثانية واحدة ثانية واحدة. رايحة فين دي؟ ممكن من فضلك لو سمحت ترضى بس ان انا اتكلم معاك اتنين دقيقتين اتنين بس. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي تحت امرك. ما قلتليش يعني ايه رايك في الموضوع؟ موضوع ايه؟ رمزي
انت عارف كويس قوي انا بتكلم عن ايه. عارف طبعا يا حبيبتي، صالح كان كويس قوي وانت عارفه انا بحبه قد ايه، واهم حاجه انه مرتبط بالكنيسه ويعرف ربنا كويس قوي. يعني انت موافق يعني يا رمزي؟ طبعا موافق، طالما انت موافقه ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يا رب يخليك لي يا رمزي وافرح بيك كده واشوفك عريس وتتجوز احلى بنت في الدنيا يا رب. يا ستي انت مالك ومالي، خليكي في نفسك. طبعا اذنك. ماما كانت عايزاك. حاضر دلوقتي. حاضر اتفضلي وانا هقوم اروح لها. حاضر ماشي. مش ممكن يا زيزه. خير يا ست ماما؟ خير يا ابني. انت موافق على جواز اختك زيزه من صالح؟ انا عارفه انك انت بتحبه، وهو كمان جدع ابن حلال وطيب. عندك حق، ربنا يسعده. وانت بقى ناوي تعمل ايه؟ انا ايه يا ست ماما بقى؟ انا من بكره هبقى مدرس مواد اجتماعيه قد الدنيا في المنصور. مش قصدي يا ابني، انا عايز افرح بيك بقى واشيل ولادك قبل ما ما تشوفيش وحش يا ماما، ما تشغليش بالك. بس انت ماما وحشتيني. ازيك يا ماما؟ يا حبيبي يا رب وحشتيني قوي. انت الاكتر يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. ازيك يا ماما؟ اه هتفتح يا ضنا. يعني انت وحشاني خالص رمزي. الحمد لله على السلامه زيزو. ايدي مش فاضيه. شكلك وانت حامل بيفكرني بشكل الكره الارضيه بالظبط. هتقول ايه يعني؟ ما انت مدرس مواد اجتماعيه. كتر خيرها يا ابني، ما هي في التاسع. هتقعد معانا قد ايه المره دي؟ انا واخد اجازه يومين يا ماما، وهسافر الدير كمان شويه. طب اما اقوم احضر لك لقمه تاكلها. لقمه ايه وتحضري ايه؟ امال انا من اول النهار في المطبخ قاعده بعمل ايه؟ هو انتوا مفيش فايده فيكم؟ اما انا بقى يا اكلك حته اكله، وانت اكيد طبعا وحشك طبيخي. وحشني بشك. ها اخبار صالح ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. احكي لي بقى على اللي حصل في المنصوره بالتفصيل. ووصلت امتى من المنصوره يا رمزي؟ النهارده يا دوبك عديت على البيت حطيت حاجتي وجيت على هنا على طول يا نظير. الحمد لله على سلامتك يا رمزي. انت اخبارك ايه واخبار ابونا مين المتوحد ايه؟ قابلته؟ بخير نشكر ربنا. قبل ما اجي على هنا كنت بصلي القداس في الطاحونه وقابلته هناك. اخبار مجله مدارس الاحد ايه يا نظير؟ صحيح المقاله بتاعت العدد ده، اتفضل يا نظير. ما بتنساش ربنا ابدا، عشان كده ربنا عمره ما هينساك. ربنا يعوضك خير يا رمزي. الحمد لله اشكرك يا رب. الف مبروك يا زيزه حبيبتي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. ها اتفقتي مع صالح هتسميه ايه ولا لسه؟ صدقني لسه. انا بحب اسم ابراهيم ابو الاباء قوي. وانا شفيعي ماري جرجس. خلاص نسميه اسمه مركب، جرجس ابراهيم. حلو الاسم ده، جرجس ابراهيم. جرجس ابراهيم صالح. حلو يا رمزي. لاني حفظت طرق الرب ولم اعصي الهي. سلام يا بون انطونيوس. سلام ونعمه. ازيك يا رمزي وحشتني خالص. انت اللي وحشتني اكتر يا بون انطونيوس، وحشني كلامك. مفيش احلى من كلام ربنا. واخبار الخدمه ايه في المنصوره؟ الخدمه في المنصوره حلوه قوي، بس ايه في مشاكل في شغلك؟ ابدا، الدراسه هتبدا الاسبوع الجاي وانا دلوقتي ناظر للمدرسه بالانام. طيب دي حاجه حلوه خالص تفرح يعني، بس اوعى تعمل علينا ناظر. انت تستاهل كل خير يا رمزي. بس انت عارف يا ابو انطونيوس، رغم اني بخدم ربنا والكنيسه وبخدم في مدارس الاحد، لكن حاسس اني تعبان، مش حاسس باي سلام. شوف يا رمزي، السلام ربنا هو اللي بيديه للناس، بيديهم سلام يفوق كل عقل وكل احساس. انا عارف، بس اكيد في حاجه غلط من ناحيتي. الناس هناك بتدور على الاسماء، بتسيب اسم ربنا وتقول ده رمزي عزوز خادم عظيم بيعز وعظات رائعه. صدقني انا كمان غلطان. انا قبلت المديح وانا عارف ان ده غلط. ابونا انا مش عايز ارجع المنصوره تاني. شوف يا رمزي، انا عايزك ما تستعجلش، لكل شيء تحت السماء وقت. كمان عايز المديح ما يأثرش فيك، ما يأثرش فيك كخادم، لاني افتكر دايما ان ربنا هو اللي بيتكلم على لسانك وانت بتوعز، وهو كمان اللي بيديك العزيمة وانت بتخدم.
يعني انت ملكش اي فضل. كمان لازم تعرف ان الخدمه دي طريق بتمشي انت والمخدوم لربنا، يعني لو مشيتوا لذاتك هتضيع وتضيع ناس كتير معاك. فاهم كلامي يا رمزي؟ وعلى العموم يا سيدي، السنة الجاية زي دلوقتي بإذن ربنا مش هتكون في المنصورة. مبروك الرسامة، مبروك يا ابونا شنودة. تعيش يا ابو انطونيوس، ربنا يخليك. أظن أنت كده يا بقى ما حدش قدك، ارتحت خلاص. وأعتقد إن سنة 55 دي عمرك ما هتنساها أبدا. عندك حق، سنة 55 دي حققت لي كل أحلامي. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، خلي طلبتك طول الوقت يا أبونا، عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني في طريق مستقيم، وربنا يحافظ عليك. اه ازيك يا ماما؟ هي يا زيزة، في اخبار من اخوكي؟ في جواب ادهوني ابونا ميخائيل ابراهيم، اصل هو كان معاه الصبح. طب يا حبيبتي افتحي وطمنيني شوفي في ايه. معلش يا ماما، احسن انا عايزه انام بكره احسن هموت، عايزه انام مش قادره. تعالي هنا، انت في حاجه مخبيها عليا؟ ماله اخوكي؟ لا ما مالوش، ده كويس كويس قوي. هو جراله حاجة؟ لا ما جرالوش حاجة، هو كل الحكاية ان هو هيقعد في الدير على طول. يعني ايه؟ يعني اترسم راهب. وانت فاكراني حزعل وعشان كده مخبية عليا؟ ابدا يا بنتي، دي اجمل حاجة في الدنيا ان الواحد يوهب نفسه للمسيح ويلاقي اللي يصليله. ياه، انا كده اطمنت. معاك يا ابونا شنودة، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انا مش ياما قلت لك تخف عن نفسك شوية عشان وجع ظهرك ده؟ يا سيدي انا هكنس بدالك. وبعدين موضوع ظهرك ده يا ابونا قلقني قوي، دي تاني مرة تحصل لك، لازم تعرض نفسك على دكتور عشان نطمن عليك. لا دكتور ولا حاجة، انا زي الفل اهو، المسيح والعدرا هيسندوني. سلام يا ابونا. سلام ونعم يا حبيبي. انا عارف ان الوقت متاخر بس كنت عايز اقعد مع اوضتك شويه. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا حبيبي ارتاح. قول لي بقى ايه الموضوع؟ انا مش مقتنع يا ابونا بموضوع الرهبانه دي، وكمان شايفكم متزمتين قوي. انا معجب جدا بصراحتك، بس مش معجب بكلامك خالص يا استاذ اكرام، المهندس اكرام بولس يا ابونا.
وبالمره بقى عايز اقول لك على حاجه مهمه. انا شايف ان الرهبانه دي بدعه وكمان مش مذكوره في الكتاب المقدس. لا دي فلتت منك يا باشمهندس، لان الرهبانه مذكوره في متى 19، ولما السيد المسيح كلم التلاميذ عن الجواز قالوا له مفيش داعي منه، قال لهم لا مش كل الناس تقبل كده. ها ايه رايك بقى؟ في الحقيقه انا كنت فاكر ان الرهبان بيسيبوا العالم عشان يهربوا من المشاكل. ابدا، دي محبه شديده لربنا، وان شاء الله لما تروح بالسلامه اقرا روميا 8 هتعرف ان الرهبانه دعوه وعطيه من ربنا. ها خلاص يا رب يسوع المسيح ارحمني. 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 اهلي يا عذراء من نور. يا رب يسوع المسيح ارحمني. يا رب يسوع المسيح ارحمني. اغابي يا ابي. اغابي يا ابونا انطونيوس. سلامتك يا ابونا، انا سامع صوت المك من بره. تعبتك معايا يا ابو انطونيوس. تعبتني ايه بس، ده كلام مش مظبوط، ده احنا بناخد بركه كبيره خالص. المهم خلينا في المفيد، الانبا ساوفيلوس وافق على نزولك القاهره من بكره، وهتقعد في مقر دير السريان في العزبويه. يعني شوف بقى يا حبيبي، من العذراء السريان للعذراء العزبويه. شوف بقى العذراء بتحبك قد ايه يا سيدي. فين ابونا شنوده؟ ما جاش معاكي ليه؟ يا ماما اصبري عليا بس، اما اريح رجليا من تعب المشوار. هو تعبان ولا حاجه؟ وايه حكايه ظهره دي؟ يا ستي مفيش حاجه، هو كل الحكايه ان هو يقعد شويه في القاهره علشان خاطر علاج ظهره. يبقى تعبان ومخبي عليا. يا حبيبتي مفيش حاجه، كل الحكايه ان هو يقعد يعالج ظهره، وكمان هما مسكوه الاشراف على طلبه الكليه الاكليركيه بس. نشكر ربنا انه هيبقى قريب مننا، ربنا معاه وبركه القديسين تسنيده. انت جبتي الخضار معاكي ولا لا؟ اسكتي يا ماما، الحاجه بقت غاليه نار، وكل ما تقولي لحد ليه يقولك علشان الحرب، كان حرب 56 دي الناس ما بتعملش حاجه فيها غير انها تاكل. هو الواد جرجس راح فين؟ شوف بقى يا ابونا شنوده، انت وابونا انطونيوس وابونا مكاريوس السورياني وابونا متياس هتخدموا معايا هنا في المطرانيه في السكرتاريه. اتفضل يا ابونا. الله يعوضك يا حبيبي كتر خيرك. طمني يا دكتور كمال في ايه؟ شوف بقى يا ابونا، مش هقدر اقول لقدسك تقلل المجهود، لان عارف ان قدسك ماسك امان الدير السوريان وسكرتاريه سيدنا الباب، وعارف حجم المسؤوليه دي. لكن احنا مضطرين مع المجهود اللي قدسك بتبذله ان احنا نعمل حزام حديد تلبسه عشان يقوي العمود الفقري شويه لغايه ما نشوفها ايه. مفيش حل تاني. اشكرك يا رب، كل اللي يجيبه ربنا كويس، كله للخير يا حبيبي. ازيك يا حبيب ابوك، طمني ظهرك عامل ايه دلوقتي؟ نشكر ربنا يا سيدنا، بركه صلوات قداستك سيدنا. سيدنا كنت عايز استاذن قداستك ان اقسم وقتي ما بين الاكليركيه والعزبويه والدير. الدير بيوحشني قوي يا سيدنا. وماله يا حبيب ابوك، بنعمه ربنا هتكتب في الدير مش كده؟ يا رب يسوع المسيح اعني. الجزء الاول من كتاب بستان الروح. هذا الكتاب ثمره من ثمرات الالم. خير يا سيدنا. شوف بقى يا حبيب ابوك، انت هتسافر تحضر مؤتمر كنسي مسكوني في جنوب افريقيا وروديسيا من 29 اغسطس ل 6 سبتمبر. طب استاذن قداستك. استنى بس يا حبيب ابوك، هتخلصه وهتطلع على السودان علشان تطمن على احوال الشعب هناك، وهترجع باذن المسيح. Thank you.
ترى سيدنا البابا عايزني في ايه؟ شنو ده اسقف للتعليم في كنيسة المسيح؟ يا سيدنا انا انا مستحقش. الف مبروك يا سيدنا، ما تتخيلش نيافتك انا فرحت قد ايه. مبروك علينا وعلى الكنيسة كلها. الحمد لله على سلامتك. شفت يا ابونا البابا كرولوس عمل ايه؟ كان نفسي اعيش حياتي كلها في الصحراء، كان نفسي اعيش في البرية وسط القديسين اللي بحبهم. عارف يا ابونا، انا اول مرة رحت فيها الدير كان نفسي ادخل في الصحراء اكتر واكتر، وما كنتش افتكر ابدا ان انا ممكن اشوف الاسفلت تاني. لكن لتكن ارادة الله، اكتر لحظات كنت بحبها هي اللحظات اللي كنت بقعد فيها في مغارتي انا وربنا وبس. دي بركة كبيرة لينا كلنا يا سيدنا، ان يبقى في الكنيسة اسقف تعليم زي نيافتك. تصور يا ابونا، وقت الرسامة كان قاعد جنبي ابونا مكاري، والناس افتكرت ان البابا كرولوس ما قعدوا جنبي عشان ما هربش، لغاية ما فجأه ورسموا اسقف للخدمات. انا عرفت كمان يا سيدنا انه رسم ابونا مكاريس السورياني على بني سويف. فعلا هو رسمه 9 سبتمبر، يعني قبل ب3 اسابيع. بصراحة سيدنا، اول مرة في تاريخ الكنيسة البابا كيرولوس يرسم نيافتك ونيافة الانبا صمويل ونيافة الانبا اوراغوريوس اسقف عمين. ربنا يحافظ عليه. طيب عن اذنك يا سيد. ايه مالك يا ابونا، انت لسه موضوع ظهرك ده برضو؟ بصراحة سيدنا، كل الدكاترة اجمعوا ان لازم اسافر انجلترا عشان اعمل عملية في العمود الفقري، بس انا نيافتك مش عايز اسافر. ازاي بقى الكلام ده؟ هو بمزاجك يا ابونا؟ لما كل الدكاترة قالوا انك لازم تعمل عملية، يبقى احنا نقول ارشدنا يا رب للعمل بوصاياك، وارشد الدكاترة وهم بيعالجونا. صلواتك يا سيدنا، ان شاء الرب وعشنا اسافر بعد. ترجع بالسلامة يا حبيب ابوك، العذراء ومريمينا هيسندوك، ان شاء الله هتعمل العملية وهترجع لنا بالسلام. تعال تعال ما صلي لك. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا من في كل وقت وفي كل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود لهم وجدنا. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. يا رب يا يسوع المسيح قوي يا ست يا عطر يا مريمينا وقف معادنا وشمودة في العملية. أنا بقول لك هو ما تسيبهوش يا الحمد لله على السلامة يا حبيب أبوك. مش قلت لك هترجع كويس؟ بركة صلوات قداستك سيدنا. مش عاجبك يا سيد ابوك تروح لندن وتتحط في الجبس؟ قدسك سمعتني؟ انا كنت بكلم نفسي، كنت بقول يا سيدنا ان زمان الشهداء والقديسين كانوا بيحطوهم في كيس كبير قوي ومعاهم جبس واسمنت ورمل ويرمون في البحر، وانا حطوني في الجبس ورموني في لندن. رموك سنتين مش كده؟ يا سيدنا، يعني يرضي قداستك ان اسافر اخر 64 واقعد لاول 65، الكام شهر دول يحسبوهم عليا سنتين؟ يا رب يسوع المسيح قويني. الاستشهاد
المسيحية. الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه القدوس. أشكرك يا رب على محبتك القوية ليا، إنك ساعدتني إن أخلص الكتاب. ألو؟ أيوة؟ بتقول إيه؟ سيدنا البابا كيرلس؟ المسيحية في عصر الرسل، ده أحدث كتاب لسيدنا. ناس كتير ربطوا بين الكتاب ده وبين اختيار قداسة البابا شنودة الثالث للبطريركية. ها؟ أيوة طبعا، ما هو قداسته امتداد للرسل الأطهار. صلي له كتير إن ربنا يديم حياته ويقدره على المسؤولية الكبيرة دي. اسمع بقى يا ابونا، اقعد اقعد. ما يصحش سيدنا. اقعد يا ابونا شنودة. ربنا اختارك علشان تكون اسقف للغربية، وبمشيئة ربنا يوم 12 ديسمبر هرسمك اسقف، ده لو ربنا اراد وعشنا يعني. وهسافر طنطا علشان اشوف رأي الشعب، وهرسم كمان معاك ابونا انطونيوس اسقف على البحيرة. ايوه سيدنا، بس انا مستحقش سيدنا. ربنا هو اللي بيختار يا حبيبي، ربنا اللي بيختار. يا رب يسوع، انا مستحقش اخدمك، مستحقش اقعد تحت رجليك. ان كنت سمحت يا رب ساعدني على تحمل المسؤولية. انت قلت يا رب قوتي في الضعف اكمل، استطيع كل شيء المسيح الذي يقوي. سامحني يا رب، سامحني وارحمني انا الخاطئ، سامحني وارحمني انا الحقير الخاطئ. يا رب اتفضل ارتاح يا جكس. ألف ألف مبروك. أظن دلوقتي بقى نقدر نقول يا سيدنا. لا ما تقدرش. ليه يا سيدنا؟ عشان يا سيدي أنت ما سمعتنيش، أنا لسه بكلم الولاد اللي عاملين لنا الاحتفال دلوقتي، وقلت لهم ما حدش يقول لي يا سيدنا. أمال نقول إيه؟ تقول لي يا أبانا الأسقف. الله، إزاي بقى؟ يعني يا جرجس